انطلقت من القاهرة فعاليات سفينة النيل للشباب العربي ودول حوض النيل، والتي تستهدف دمج الشباب العربي والإفريقي بحضور وزيري الشباب والبيئة وعدد من سفراء الدول الإفريقية. شارك العديد من شباب الدول الأفريقية وحوض النيل وأبدوا سعادتهم بالمشاركة في هذه الجولة. بحضور وزيري الشباب والبيئة وعدد من سفراء الدول الإفريقية، انطلقت فعاليات سفينة النيل للشباب العربي ودول حوض النيل التي تستهدف دمج الشباب العربي والأفريقي في أنشطة مختلفة رياضية وفنية، إلى جانب عرض المعالم السياحية والأثرية المصرية. النهاردة بالنسبة لنا وبالنسبة للشباب حدث مهم جدا، إن 250 شاب وشابة من أكثر من 25 دولة متواجد على باخرتين أو سفينتين، بينتقل من القاهرة وبيقف في محطات متعددة، بينزل المحطة المسؤول المحافظ أو المسؤول من كل محافظة بيتقابل وبيعملوا رحلة داخل المحافظة وبيحصل ملتقيات شبابية. تلك الرحلة شارك فيها العديد من شباب دول أفريقيا وحوض النيل الذين أبدوا سعادتهم بالمشاركة في هذه الجولة، لما سيتمتعون به من اطلاع على الثقافة المصرية عن قرب. النهاردة إن شاء الله إحنا مفروض هنتجه لأسوان، هنمر بكذا مدينة، هنتعرف على الآثار اللي فيها، هنوطد العلاقات ما بيننا وبين الدول العربية ودول حوض النيل، علشان كده برضو جايبين مترجمين فرنسي ومترجمين إنجليش علشان نقدر نتواصل كلنا مع بعض، نقدر نكون ما بيننا وبينهم تواطد كبير لفترة طويلة مش لفترة العشر أيام اللي هنقعدهم مع بعض إن شاء الله. هذه مشاركة مهمة جدا للشباب العربي والإفريقي من أجل مد الجسور والتعارف واستكمال بعضهم البعض وتوديد العلاقات بين الشباب. هذه فرصة مهمة جدا تعطينا فكرة عن حضارة المصرية وخاصة أماكن والمسارات السياحية. مكان حلو جدا، وكمان كنا عايزين نتعرف بلد مختلفة، ثقافتهم وحاجات اللي عندهم الدول التانية ما عندهاش عشان نتعرف عندهم كده. تتضمن رحلة الباخرة عدة جولات بمحافظة مصر، تبدأ من القاهرة متجهة إلى أسوان آخر محطات الرحلة التي تشهد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، وكذا جولات بعدد من المواقع الأثرية في جنوب مصر.